القوات العراقية تعلن بدء المرحلة الثانية من معركة الفلوجة بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب للوصول إلى مركز المدينة. هيئة علماء المسلمين العراقية تدين إقدام ميليشيات الحشد الشعبي على إحراق مسجدين في الكرمة وتتهمها بتنفيذ توجيهات إيرانية. معتقلو سجن حماة المركزي ينفذون عصيانا جديدا ويأسرون قائد شرطة حماة ومسؤول السجن وسبعة من شرطة النظام. ولد الشيخ أحمد يبحث مع وفد الحكومة اليمنية تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على تسليم السلاح والانسحابات. لجنة التحقيق توجه فرق البحث عن حطام الطائرة المصرية لبقعة محددة بعد الكشف عن استغاثة أرسلها جهاز للطوارئ.